السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدنا نشوف موقع بيخليك بالذكاء الاصطناعي يساعدك في التصميم، يعني بحيث ان انت لما يحصل اي تعديل ما تعيدش الشغل كله، لا هو اوتوماتيك يبدأ يعدل الديزاين اللي موجود. مجرد تقول له ان انت هتعدل العرض بتاع البيت او عايز تعدل الطول بتاع البيت، هو يبدأ يعدل الحاجات الداخلية زي ما انت شايف. وبسهولة جدا تقدر تعمل اي تعديل من خلال الذكاء الاصطناعي. ده اللي هو المستقبل، ده اللي هيبقى موجود في كل البرامج اللي موجوده، يعني محدش يقول ان الاوتوكاد هيقف وده اللي هيكمل. وان كان اوتوديسك خايفه من حاجه زي كده، لكن اوتوديسك بتحاول انها تحط نفس الصفات ونفس الخصائص ونفس التكنولوجيا جوه البرامج بتاعتها كلها. ولو ما عرفتش هتشتريه، يعني انت اكدوا من هذا، تمام؟ فهو هيساعدك بقى في البلانات، في الثري دي، في التيك اوف، يساعدك في ان انت تبيع المشروع، في يساعدك في انستراكشن دوكيومنتس، في حاجات كتير جدا. تقدر تعمل داونلود للملفات بحيث يبقى عندك الملف مطرش للانترنت شرعي تاني. في شويه خصائص كتيره جدا خاصه بالذكاء الاصطناعي في مرحله الديزاين، في مرحله الاوبريشن، الكوردينيشن، كل الكلام ده هو بيبدا ان هو يساعدك فيه ان شاء الله.